السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ضيف أنفاس. حلقة اليوم نستضيف فيها الأستاذ نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم. أهلا وسهلا سي الحراق. أهلا وسهلا سي. الله يبارك فيك. شكرا على الاستضافة وفرصة سعيدة هذه ثلاثة نتلاقاو جددا. مرحبا سي الحراق. سي الحراق، القطاع ديالكم كيعرف العديد من المشاكل، لدرجة أنه لا المقاهي تساوي المشاكل. شنو اللي واقع؟ هذه الحقيقة، المشاكل تسوي المقهى، المقهى تسوي المشاكل، هذه الحقيقة اللي كاينة. للأسف الشديد وصلنا لواحد المرحلة اللي تنطلبوا فيها باش أن هذه المقاهي أنها واحد باش ينهي النشاط ديالها. للأسف الشديد احنا كنا من قبل كجامعة وطنية، كجمعية وطنية قبل ما تكون الجامعة الوطنية، كنا رسلنا أكثر من مرة للوزارة الوصية اللي هي وزارة ديال الصناعة والتجارة على أساس باش تقوم بواحد التشخيص. هاد التشخيص هذا كان الغرض منه أنه باش نشوفوا مكامن الخلل ومكامن القوة في هذا القطاع هذا، وكذلك نشوفوا هذيك القوانين اللي تخضع عليها هذا القطاع هذا، حيت كاين واحد العدد ديال القوانين اللي هي صعب التنزيل ويستحيل التنزيل ديالها. هادشي علاش كان من الغرض باش يكون واحد التشخيص في هذا القطاع. للاسف الشديد ما دارش هذيك الدراسه. كان الموافقه مع الوزير السابق مولاي حفيظ العالمي، كان واحد الاتفاق باش تكون واحد الدراسه وتخصصت لها واحد المبالغ ماليه، لكن للاسف الشديد سرعان ما تم التراجع عليها، ما عرفناش الاسباب. كان جا مدير جديد ديال الوزاره ديال الصناعه والتجاره، قالنا ممكن عنده واحد الرؤيه واحد التصور في الامر باش يكون في هذا القطاع هذا، لكن للاسف الشديد لا رؤيه شفناها ولا تصور كان. وللاسف الشديد بقات الوزاره فارغه من اي دراسات تهم هذا القطاع المقاهي والمطاعم، رغم القطاع حنا تنعرفوا قطاع اللي تيشغل واحد اليد عامله كبيره. صحيح. قطاع اكثر من مليون الناس تيخدموا في هذا القطاع بشكل مباشر، بلا ما نهضروا على الناس اللي تيخدموا بطريقه غير مباشره، الموزعين ديال القهوه، الناس ديال الديكوراسيون، الناس واحد العدد ديال اللي تيصوبوا الكراسي، اللي تيصوبوا الطوابل، اللي عندها علاقه بالقطاع ديال المقاهي والمطاعم. كاين وحدات اكثر من 200 الف وحده على المستوى الوطني، حجم الاستهلاك اليومي واحد الحجم اللي هو كبير وكبير بزاف. تنهضروا حجم الاستهلاك اليومي، تنهضروا على اللحوم، على الاسماك، على البيض، على الخضر، على الفواكه، على المصبرات، واحد العدد ديال كبير ديال المواد اللي تيستهلكها هذا القطاع هذا بشكل يومي. لكن للاسف الشديد بقات هذا القطاع بدون دراسه، وهذا صراحه مؤسف. ولكن يعني ماشي الدراسه هي اللي كانت سبب في تراجع القطاع والتدهور ديالو بهذا المعنى، لانه يعني لو بغيتي كان اي مستثمر عنده فلوس زايده كان كيبان ليه يمشي يستثمر في قهوه. هذا هو الراي الغالب اللي كان. هاد الصوره هذه مؤخرا ربما باقا بواحد الشكل، لانه باقيين القهاوي كيتفتحوا وباقيين كذا. واش المشكل في التنظيم، او ان المشكل في قرارات جبائيه، المشكل في طريقه تعامل السلطه مع ارباب المقاهي؟ بالضبط نحدوا شنو له. هو اصلا هذا القطاع كان تيعرف ازمه بنيويه يعني هيكليه في هذا القطاع، لان كما قلت كاين قوانين اللي هي صعبه التنزيل، هذا من جهه. من جهه اخرى للاسف الشديد واحد العدد ديال الضربات كانت موجعه في هذا القطاع اللي تلقى هذا القطاع هذا من مختلف المؤسسات، راه من الجماعات. نعم. واحد المراجعات اللي كانت عشوائيه اللي سميناها في البيان الاخير ديالنا مراجعات مجنونه صراحه، وقرارات مجنونه اللي كانت في هذا القطاع هذا. لكن بحال على سبيل المثال مثلا مدينه الرباط، كانت المتر المربع ديال الاستغلال المؤقت للملك العام تيسوى 50 درهم، رداته العمده 525 درهم للمتر المربع في كل 3 شهور. نعم. يعني واحد الرقم اللي هي كبير بزاف، هذا ربك القطاع في المقاهي والمطاعم في مدينه الرباط. قررت كذلك تنظيميه ما كايناش من عدم على المستوى الوطني اللي باش تنظم هذا القطاع هذا. كذلك على المستوى الوطني ما كاينش قانون منظم للقطاع، راه كل الدول في العالم عندها قوانين منظمه للانشطه ديالها، لكن للاسف الشديد القطاع بهذا الحجم هذا ما عندوش قانون منظم اللي غينظم هذه الحرفه هذه.
وهذا اللي خلى واحد العشوائيه فيه، وكل واحد انه عنده شويه فلوس يفكر انه يدير القهوه ولا يدير المطعم، ما تعرفش المشاكل اللي غادي ترتب عليه من بعد، وهذا اللي تيوقع فيه واحد العدد كبير ديال الناس. نعم، لا في هذا الاطار ديال العشوائيه، واش هي اللي دفعتكم انكم في واحد الوقت في احدى البلاغات ديالكم طالبوا بلجنه تقصي الحقائق، لجنه برلمانيه لتقصي الحقائق؟ يعني اللي وصلت بكم لدرجه يعني كيف تنقولوا الحقره اللي طالبوا بهذه اللجنه هذه؟ بالفعل، لانه كان هذيك اللجنه البرلمانيه كانت متعلقه بواحد الموضوع ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. نعم. كان احنا كانت القطاع تعيش ازمه في ايام كوفيد، وباقي ما خرج من الازمه اللي كانت تعيشها، يعني باقي ما تعافاش بشكل زعما اللي يقدر يقاوم هاد القرارات اللي كاين. مباشره من بعد كوفيد كانت واحد سلسله ديال عمليات المراقبه ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دارها على المستوى الوطني، اللي ربما ضعفت، وهذه بشهاده ديالهم هما اللي ضعفت تقريبا هاد عمليه المراقبه اكثر من 10 المرات. فعلا احنا كنا تنقرروا دائما بان كاين خلل قانوني اللي خلى واحد عدد كبير ديال الاجراء خارجين المنظومه الصحيه والاجتماعيه. هذه حقيقه تنقولها ماشي تنخبيوها، ولكن تنقول استحاله انك تصرح بكامل كتله الاجور داخل الاخر. هادشي علاش واحد العدد كبير ديال المهنيين تيحاولوا يصرحوا بواحد الاجره اللي تيتلقاها الاجير، اللي عاده تتكون لان تخدم 4 سوايع تيعطيه مثلا 2000 درهم ولا 1500 درهم، تيصرح بداك المبلغ. ولكن للاسف الشديد فجأة عمليه المراقبه ولاو فرضوا على الناس انهم خصهم يكملوا هذيك الاجر، رغم ان دوك الناس ما خدموش هذيك المده كامله. هذا من جهه. ثانيا حتى ذاك الفتره ديال كوفيد اللي ما خدوش بعين الاعتبار تماما هاد التصريحات هذه ديال اللي صرحوا المهنيين خلاص يتصنتوا مع الاجراء، اللي في الفتره ديال كوفيد بناء على القرارات اللي كانت دارتها السلطات المحليه كاين بعض العشيات اللي خدمنا فيها 2 سوايع، كاين خدمنا فيها ساعة، في واحد رمضان خدمنا فيه ساعة ما خدمناش كاع فيه، واحد رمضان عطاونا ساعة كان استحالة أن واحد يحل ويسد في ساعة ما كان صعيب وما خدمناش. هاد الحويجات هادو ما خدوش بعين الاعتبار تماما هذاك المراقبين ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي فرضوا على الناس ديك السنتين أنهم يصرحوا بكامل الأجرة بكامل كتلة الأجور، وبالتالي كان جاتهم واحد المبالغ اللي هي خيالية اللي تفوق احيانا بكثير، لا تنسجم مع المداخيل اللي حققوا لها الارباح اللي واحيانا تتفوق حتى القيمه ديال الاصل التجاري. الا كان الاصل التجاري تيسوى واحد 60 ولا 70 مليون، راه جاتو كاين اللي جاتو 8 مليون 90 مليون باش يخلص هذيك 90 مليون. بمعنى هادشي علاش حنا راسلنا الوزارات المعنيه خلاص اللي هي الوزيره ديال الاقتصاد والماليه، راسلنا الاداره العامه ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي ما تمش الاستجابه معانا بواحد الشكل اللي زعما اللي نقدروا نشوفوا شي حل لهذه الاشكالات هذه. هادشي علاش خلانا حنا كجامعه وطنيه نرسلوا للبرلمان ونطلبوا لجنه تقصي حقائق برلمانيه. فين وصل هذه اللجنه؟ كان شي تجاوب؟ اولا ما كانش تجاوب. نعم. حاليا ما كانش تجاوب. فعلا عقدنا لقاءات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، درنا مراسلات عديده فيما يتعلق بهذا الشيء ديال حذف الدعائر والغرامات وهذه، واخا انه كان استجابه جزئيه للمطالب ديالنا، انه على الاقل كان مشات تحيدت هذيك الغرامات وذيك الزيادات، واخا ماشي بداك الشكل اللي بغينا حنا، لان 90% ديال الغرامات وتقريبا 60% ديال 90% ديال الدعائر و 60% ديال الغرامات، ولكن ماشي زعما ماشي مقنع هذا الامر هذا. ولكن عموما واحد العدد كبير ديال المهنيين اللي ربما غادي يفكوا ديك المشاكل اللي ترتبت عليهم، ولكن باقي متشبتين. دابا حاليا متشبتين بواحد اللقاء يكون لقاء موسع مع جميع الوزراء وجميع المؤسسات المعنيه بالقطاع باش نحطهم في الصوره لما يقع، لان كاين ترابط كبير بين الجبايات المحليه وبين الصريح بالاجره، كاين تباينات مجاليه كبيره على المستوى الوطني، لان ما يمكنش واحد انا خدام مثلا في عين ديام مثلا عندي 6 خدامه ممكن نصرح بهم بواحد بكتل بواحد 3 ميل ولا 3 ميل بحكم الموقعات بحكم المداخيل بحكم بزاف
ربما يكون عندي مقهى مثلا في واحد المنطقه اللي هي هامشيه مثلا الا في في في, في مي مثلا في ميدلت في خنيفره في واحد النواحي ديال في المناطق اللي هي كما تنقولوا مناطق المغرب الغير نافع بين قوسين. ممكن عندي نفس الخدامه ما نقدرش نصرح بهم كامل كتله الاجور اللي نصرح بهم نفس الخدام نفس الاجره، حيت الا صرحت بهم الطريقه اللي تيقولوا لنا هما راه غاست الخدامه كتله الاجور ديالهم زائد نضيفوها على على الكوتيزاسيون ديال لا سي ان اس اس، هذه بجوج غيحقوا لنا رقم المعاملات. انا تندخل 500 درهم عندي مليون ونص ديال الشيفر دافير كامل تندخله في المدينه في الشهر، وبالتالي الا عندي السد الخدامه ونصرح بكامل كتله الاجور كما ينص على القانون، وكذلك ونصرح بكامل الاجره كما ينص على القانون، هادو بجوج غيكملوا غيوصلوا لنا رقم المعامله. هادشي علاش باقي ما خلصناش لا ضو لا ما لا كرا لا حتى حاجه. هادشي علاش في اطار حواركم مع الصندوق الوطني يعني كان شي كان تجاوب في هاد المطالب ديالكم؟ كان شويه كاين امال يعني كيبان لكم واحد الامال جاي؟ هو الغريب في الامر هو كاين اجماع من جميع المسؤولين بان هناك واقع يصعب على المهنيين انهم يلتزموا بها، لكن للاسف الشديد هناك بحال هناك نوع تخوف. لانه كان المجلس الاداري ديال لا سي ان اس اس راه فيه ممثلين ديال الاجراء، ممثلين ديال البطرونات، ولا واحد الممثلين، كاين تخوف من النقابات. للاسف الشديد قلنا لهم هذا الامر هذا غيبقى على ما هو عليه الى يوم الدين. حيث علاش؟ لانه غادي واخا تجي المراقبه واخا تعطيني هذا البيناليتي واخا تعطيني هذه الضعائر غادي نصرح راه غاتمشي في حالك وغادي نصرح بداك الاجراء اللي نقض عليهم. غيبقاو نفس الاجراء ديالنا عاوتاني خارج المنظومه الصحيه والاجتماعيه. انا تنقول هذه الاجراء هي هو الموقف ديالنا كجامعه وطنيه، تنقول بغض النظر يكون مساله قانونيه تنقول مساله اخلاقيه بالدرجه الاولى وانسانيه. راه ما يمكنش واحد خدام معك تيجي في الصباح وتمشي في حاله مثلا في الجوج ولا تيجي مشيتي الليل خدام معك تمشي ويجي، وبالتالي يكون ما عندوش ابسط الحقوق مثلا اللي تتعلق بالتغطيه الصحيه والاجتماعيه. غدا يمرض هو، يمرض مرتو، يمرض ولده، غيبقى في مشكل في مأزق كبير ونبقاو حتى حنا معاه. بمعنى تنقولوا المساله هي اخلاقيه بالدرجه الاولى، عاد مساله قانونيه تنقول مرا خصنا نجلسوا خصنا نشخصوا. حنا ما تنقول صنتوش علينا، حنا هبطوا للتيران شخصو، هبطوا عنده واحد خذوا واحد 100 قهوه في الهامش، خذوا 100 قهوه في المراكز، تكون دراسه ميدانيه ونشوفوا هاد القوانين واش قابله للتنزيل ولا ما قابلاش للتنزيل. الا كانت قابله للتنزيل لزموا الناس خصهم يتطرقوا في حالهم لان ما قادرش يطبقوا القانون. هذا هو ما عندناش غير واحد اخر. نعم. في البيان الاخير ديالكم طالبتم يعني بنظام الافلاس، يعني مرسوم لنظام الافلاس او مسطره قانونيه تسمح بتغيير النشاط. هاد النقطه هذه بزاف المتتبعين بنت المغربة، واش قانونيا حقكم انكم يخرج لكم هذا المرسوم؟ حطنا في الصوره. صراحه هذا ربما كنا اخر شيء كنا تنفكروا فيه، لان احنا كنا تنفكروا في تعديل مجموعه من القوانين واخراج قانون منظم، اخراج كذلك القانون الاطار اللي تتعلق بالضرائب، لكن للاسف الشديد ما كانش هادشي كامل ما كانش منه، ولكن كان اخر فور ولات عندنا مطلب ولا اني ولا تيشمل تقريبا واحد 75% ديال المهنيين المغاربه ولاو عندهم مطلب انهم خصهم يسدوا المحلات ديالهم، حيت السد راه ماشي بسهل. صحيح. كاين اللي تيعتقد دابا لا وما تيجي مسؤول بين قوسين، انا صراحه تيعز في النفس ديالي، تيجي مسؤول تيقول لك اودي انا ما قدرتيش خصك تسد، لا ما قدرتيش هكا تقالت لي برلمانيا واحد الوقيته قال لك لا ما قديتيش خصك تسد. فعلا ماشي سد ماشي ساهل. انا عندي 10 الخدامه في واحد المقاوله، الا بغيت نسد نسرح ديك 10 الاجراء راه خاصني نادي ليهم الحقوق ديالهم. صحيح. الا ما اديش غنمشيو للمحاكم، غادي ملزم ديك الساعات نادي لهم هاد المستحقات ديالهم ديال التسريح اللي ربما غتوصل للملايين، ربما غا هاد العمليه هذه غادي تكلفني واحد الاصل التجاري ديالي. ثانيا زائد ديون المتعلقه بالباتونت ربما بالمراجعات، لا كاين شي مراجعه ديال دي بدواسون، كاين واحد العدد ديال الضرائب اللي ربما تراكمت، كيفاش غادي هذا السيد غادي يسد؟ دابا حاليا كاين حلم، دابا اصبح حاليا حلم ديال عدد كبير ديال المهنيين انهم يسدوا وينهيوا النشاط ديالهم. نعم. لدرجه راه ربما اتصل البارح اتصل بيا واحد الاخ من تازا، راه تقول لك راه تقريبا كاين اجماع
هذيك المنطقه تيقول لك الناس خصها تسد المحل ديالها ما بقاش قادره تزيد، وهذا احسن مطلب في الحقيقه اللي طالبته طلبنا به الجامعه الوطنيه، وماشي فقط لان ربما تعتقد الناس راه يكون هذا المطلب فقط من اجل المزايده، هذه حقيقه وحقيقه مره. الناس عندهم دابا اكراهات ما قديش، تيقول لك انا نبدل النشاط، الا ما بدلش النشاط ولا ما حبسش هاد الاكتيفيتي اكيد لان في النهايه هذا المطاف ديالو غيكون غيتبع ليه الاصل التجاري ديالو في المزاد العالمي، وهذه هي الحقيقه، لانه ما يقدرش، لان كاين واحد الخط ديال كاين مصاريف قرر في القطاع المغربي ما تيفهمش القطاع مزيان، واللي ما تيفهمش هذا النشاط مزيان، كاين مصاريف قرر في القطاع صحيح، خدمتي ما خدمتيش راه غتخلص، راه مثلا هضروا مثلا على في الرباط مثلا غتخلص 525 درهم للمتر كاري في كل 3 شهور غتخلصها، واخا ما يجي عندك حتى كليه صحيح، عندك الباطونت مصاريف اجباريه، عندك الباطونت خصك تخلصها، انا كاري مثلا بواحد 60000 مثلا في حي الرياض ولا 50000 في الاخر ديال العام خصني نخلص تقريبا واحد 80000 درهم ديال الباطونت في الاخر ديال العام، ورغم الغريب في الامر هذا الشيء اللي وقع لنا حنا، واش كنا كان عندنا نقاش مع مجموعه من الوزراء واحد في واحد الوقت اللي قلنا لهم راه وكان حاضرين واحد العدد كبير ديال الوزراء مفهوم كان ديال الصناعه والتجاره الماليه واحد العدد، قلنا لهم راه لا يعقل انا نجيت في الاخر ديال العام تنجيب لك البيلون تنقول لك انا راني مربحش، ها البيلون ديالي راه ها الفواتير ديالي راه مربحت والو، ولكن ملزم في الاخر الشهر 5 انك تخلص الباطون ديال 8 المليون نعم، يعني المفارقه فين؟ انا تنجيب لك البيلون تنقول لك انا ما ربحت والو خصني نخلص لك البانوت اجباريه، بمعنى هادشي صراحه مؤسف باقي هاد القوانين، هذا كان هاد المساله هاد البانوت هذه بهذه الطريقه هذه كانت بعض الدول الاوروبيه وصلت معها اكثر من 15 سنه، باقي لنا هذا المشكل مطروح، وقس على ذلك رسوم اخرى ربما ما عرفتش في مجدولة في البرنامج ديال، ولكن نقاط اخرى تتعلق برسم الشروبات، وهي مشاكل كثيره، لا دخلنا غير في النقطه تاع الجبايات راه خصها برنامج بوحدو، حلقه بوحدها. انا غنمشي معك للسؤال الاخير، هو كيف ربما كينطبق عليكم ذاك المثال كان فيل زادوه فيلا، هذا المثال يعني هاد العربات ديال المقاهي اللي انتشرت بواحد الشكل كبير، وهاد المطاعم المتنقله اللي باغيين يديروها في بعض المدن، انتم كارباب المقاهي والمطاعم كيفاش قراءتكم لهاد القرارات بحال هكا؟ اكثر من مره سمينا هاد القرارات ارتجاليه، سميناها عشوائيه، سميناها مجنونه في القطاع. بعد اولا تعيش ازمه كبيره، ازمه كبيره بعدا هاد التضخم اللي كاين بعدا، لانه الا مشينا كاع المواد او المواد الاوليه اللي تنستعملوها حنايا في المقاهي والمطاعم غنلقاو كاين المواد اللي ارتفعت تقريبا واحد 300%، صحيح مطيشه كنا تنشريوها ب 3 دراهم دابا ب 15 درهم البارح، هذا واحد. اللحم كنا تنشريوها ب 60 درهم دابا 110 درهم دابا حاليا، يعني تقريبا 200% ولا 100%. زيدها الزبده كنا تشريوها ب 35 درهم دابا ولات 100 درهم 110 درهم. البيض شوف زاد الثمن ديالو تقريبا 100%. واحد يعني كل المواد الاساسيه اللي تشتغلوا بها اللي تشتغلوا بها انها تزادت ما يمكنش تقدر. الليمون عمره ما وصل هذا العام، وصل ب 400 درهم و 500 درهم في الصيف، ما عمره وصلها في التاريخ ديال البلاد ديالنا، ما وصل هذا اللي خلى القطاع اصلا تعيش ازمه كبيره في هذه الاونه الاخيره، واللي عاوتاني زاد كمل عليه هو هذا القطاع العشوائي اللي كاين دابا حاليا في البلاد ديالنا. للاسف التقرير دابا ديال البنك الدولي الاخير راه كان عطى الارقام خطيره، راه 73% من القطاع في البلاد ديالنا قطاع غير مهيكل عشوائي. وحنا تنستمر دابا في هذه القرارات ديال اللي قامت بها العمده ديال الدار البيضاء، ربما باغا تكمل باقا ما قدهاش ذاك الرقم 73% ما قدهاش، ربما خصها تزيد واحد ربما توصل 100% باش اننا نحبسوا كاع مع القطاع اللي مهيكل وندوزوا كلنا القطاع العشوائي ونخدموا فيه، لان لا يعقل انا مول القهوه، انا مول المطعم، عندي ضرائب، عندي البانك اللي هضرت عليها، عندي ديبي دو بواسون، عندي واحد غرق ديال 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 الواجبات، ويجي واحد عنده كروسه ولا عنده عربه قدام المحل ديالي ويبدا يبيع لي ساندويش ولا يبيع القهوه، وهو الشيء اللي دابا القهوه ب 5 دراهم 4 دراهم، فيما درتي تلقى القهوه ب 4 دراهم ويجي حدا مول القهوه
حدا مول القهوه. اذا تنوقف انا مول الطاكسي وتنوقف انا كليا مزروب ولا غادي الاداره، اللهم ندوز عند هذاك ناخذها بخمسه دراهم احسن من ناخذها بثمانيه دراهم ولا تسعه دراهم. بمعنى قتل القطاع بواحد الشكل صراحه خلى الناس كل خلى الناس تعاني، هو اللي خلى نوصلوا لهذا الامر ديال طالب باش نهيو النشاط ديالنا. نعم سي نور الدين الحراق، شكرا جزيلا. رئيس الجامعه الوطنيه لارباب المقاهي والمطاعم، شكرا جزيلا على الحضور ديالك. مشاهدينا الكرام، الى اللقاء في حلقه قادمه.